مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي شارع السور. الأصوات تتعالى حول التركيبة السكانية وضرورة معالجة الاختلالات فيها، بينما وصل البعض إلى حد المطالبة بترحيل الوافدين. فهل أصبح هؤلاء معضلة فعلا؟ على الجهة المقابلة، كيف يبدو وضع مشاريع خطة التنمية وماذا تحقق منها؟ أي دور للقطاع الخاص في هذه الخطة؟ وما هو وضع العمالة الوطنية في القطاع الخاص؟ ملف الإعاقة أين وصل؟ ولماذا تم تحويل عشرات الملفات إلى النيابة العامة؟ كم جمعية تم حلها؟ وما هي مبررات تحويل عدد من الجمعيات إلى النيابة العامة؟ ما هو موقف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل من النساء اللواتي قمن باحتجاج أمام مجلس الأمة يطالبن بالمساعدات؟ كيف تبدو الأسعار في الجمعيات التعاونية؟ وما هو الإشكال القائم بينهم وبين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل؟ هذه الأسئلة تشكل موضوع حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله. وضيفتنا في هذا الموضوع معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية الأستاذة هند الصبيح، حياك الله. حياكم الله، مساكم الله بالخير، الله يعافيكم. شرفتينا، مرحبا. وكذلك أرحب بالدكتورة ندل مطوع، الأستاذة في جامعة الكويت وفي مركز الدراسات الاستراتيجية، حياك الله دكتورة. الله يحييك وأبارك في هذه المناسبة لصاحب السمو هذه السنوات المضيئة، وللشعب الكويتي هذه المكانة المتألقة التي وصلت لها الكويت وهي تضيء بكل الاتجاهات وخصوصا في الدبلوماسية والإنسانية، ففعلا يعني ألف مبروك للجميع. يصادف اليوم ولا يخفى على علمكم الكريم الذكرى 11 لتولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد مسند الإمارة ومقاليد الحكم في دولة الكويت. نتمنى إن شاء الله لحضرة صاحب السمو العمر المديد في قيادة البلد وشعبه دائما إلى سفينة الأمان، بقيادة هذه السفينة إلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. في هذه المناسبة ماذا تقولين أيضا مع الوزيرة؟ بارك طبعا لأنفسنا وللشعب الكويتي تولي ذكرى تولي صاحب السمو مقاليد الحكم، ونتمنى له الصحة ووافر إن شاء الله العافية له ولسمو ولي العهد وسمو الرئيس، وأن ينعم بلادنا إن شاء الله بالخير والأمان في تحت راية حكمه إن شاء الله. سمو الأمير على مدى سنوات حكمه وقبل ذلك عندما كان يعني رئيسا للوزراء، وأيضا عندما كان نائبا أولا ومن خلال توليه المناصب العديدة، وكان أحد الأحلام اللي كان يطرحها ثم أصبحت رؤى ثم أصبحت نتمنى أن تكون خطط تنفيذية، هي إحالة الكويت إلى مركز مالي واقتصادي. واليوم حضرتك مسؤولة عن الملف الاقتصادي في الدولة، وين وصلنا في هذا الموضوع؟ يعني هي الرؤى ترجمت إلى ركائز، الركائز ترجمت إلى سياسات وثم أهداف. لله الحمد يعني في هذه على الأقل السنوات الأخيرة بدأت هذه الرؤى تترجم إلى أهداف واقعية وكذلك إلى مشاريع تستطيع الجهات الحكومية تنفيذها. فعلى مستوى الخطة لله الحمد يعني خطة 16-17 مثلا، يعني الحين احنا في التقرير الثالث قاعد يخرج، وقلنا بس شهرين وتخلص الخطة. المؤشرات تبشر بالخير لله الحمد، النسب أعلى من السنوات السابقة مقارنة في الربع الثالث من كل سنة، كذلك نسب وهذا مهم عندي نسب المشاريع التحضيرية والتنفيذية وصلت إلى 90% من الخطة. النسب من تحقق الخطط من قبل وزارات الدولة. نعم. كل وزارة. كل وزارة عليها مشاريع. نعم. اثنين إحنا قدمت الحكومة برنامج عمل الحكومة إلى مجلس الأمة وكان يتكلم عن 14 أولوية. كل هذه الأولويات أصلا لها انعكاساتها في الخطة ولها مشاريعها، فنتمنى إن شاء الله أن نستطيع أن نحقق المؤشرات الأولية. سنتين خلصت من الخطة الخمسية تبشر يعني بأرقام جدا ممتازة، لكن ما زلنا نطمح إلى المزيد ونطمح إلى أن نعدل من أو نكثف المتابعة، كذلك نعزز أو نشد على يد المنجز ونعاقب المتكاسل. في خطة 2016-2017 نتكلم عن 282 يعني مشروع
مدرجة على 16-17، ما هو الشكل التحضيري لها خصوصا أن هي ضمن خطة خمسية؟ يعني أكثر من 50% دخل حيز التنفيذ وهذا شيء زين، 40% منها دخل حيز التحضير وهذا كذلك أفضل من سابقاتها، كانت الأعداد التي لم تبدأ بعد هي بالنسبة تشكل لنا مشكلة، إما تكون الأرض غير جاهزة فيها معوقات، إما لم تكن لها ميزانيات، إما يعني عندها موافقات أو عراقيل واقفة في هذا، وهذه مما يعني يؤدي إلى تدني المشاريع التنمية وتأخرها، هذه المعوقات الأساسية. لله الحمد بجهود الجميع وكذلك تعاون المجلس البلدي ولجان مجلس الوزراء بتتبع المشاريع استطعنا أن ندلل هذه العقبات وتدخل المشاريع حيز التنفيذ، وبعضها أصلا وصل إلى يعني 90% تقريبا إنجاز. نتوقع طبعا 2017-2018 مشاريع كثيرة راح تكون انتهت، ويمكن يعني أكثر شاهد على ذلك مثلا شبكة الطرق اليوم قاعد كل مواطن قاعد يشوفها وسهلت وقربت المسافات. دكتورة، أهمية وجود وتيرة سريعة لإنجاز المشاريع عادة بشكل عام كيف يخدم خطة الدولة الإنمائية اللي هو الوتيرة السريعة في التنفيذ ويعني التغلب على العقبات خصوصا في موضوع الدورة المستندية؟ طبعا في ظل السياسة العامة لدولة الكويت في الماضي الدولة حاولت أنها تطبق سياسة التطبيق بعيد الأمد وتعطي سنوات وكان يضيع الإنجاز. اليوم مع تجزئة هذه السياسة إلى يعني خطط مرحلية مثل ما تفضلت الوزيرة أنها تكافئ المنجز فورا وتعاقب من خالف القانون مقصر. أنا أعتقد هذا النموذج يصلح لنا اليوم، لأن كل ما طولت في هذه الخطة وكل ما حطيت لك أهداف أنت تعلن للمواطن والأهداف للدولة طبعا ليس فقط تعلن لأن أنا هذا هدفي، ولكن على الأمد البعيد. اليوم على الأمد القصير أنت تقول للمواطن أولا أنت شريك معاي باتخاذ القرار، لأن المواطن من أفضل الطرق أن تمكين المواطن من اتخاذ القرار تمكينه وتحسسه أن ترى أنت لك دور، أنت وظيفتك مو تفتح الجريدة وتشوف إنجازي كدولة وتحاسبني عليه، أنت شريك معي، إذا أنا أنجزت أنت السبب. طيب، إحنا ننجح مع بعض، وطبعا المخالف يحاسب للطرفين أيضا. في الآونة الأخيرة أيضا كثر الحديث مع الوزيرة عن موضوع التركيبة السكانية للكويت وكأن الموضوع جديد، مع أنه يعني موضوع مطروق في 20-30 سنة الأخيرة موجود الكل يتحدث عنه، لكن بوصول الأرقام إلى 1,300,000 كويتي وتقريبا 3,200,000 غير كويتي من أخواننا المقيمين والوافدين، هل الموضوع فعلا يعني يستحق هذا الطرح القوي بأنه في إشكال، ولا هي كرة ثلج قاعد تكبر وفعلا موجودة؟ وأولا احنا يعني من سنة ونص شكلنا لجنة عليا في مجلس الوزراء لدراسة التركيبة السكانية وانبثقت عنها 10 فرق اشتغلت على يعني على المؤهلات، اشتغلت على الجنس، اشتغلت على الجنسية، على حتى المهن، لأن في بعض الجنسيات متمركزة في مهن معينة ويمكن حتى الكويتي ما يقدر يدخل عليها. كل هذا حطيناه وحطينا له يعني خارطة الطريق شلون نقدر احنا ندلل هذه حتى مناطق السكنية وين يقطنون ويتمركزون وما إلى ذلك. كذا في هناك قرارات اصدرت وفي هناك قرارات في يعني في طريقها للإصدار عن طريق سواء عن طريق الوزراء أنفسهم أو عن طريق طبعا القرارات اللي صدرت أغلبيتها من القوى العاملة ووزارة الداخلية اللي في طريقها للإصدار عن طريق مجلس الوزراء، منها مثلا إن اليوم عندنا كثير من عقود النظافة وعقود الحراسة واليوم الكاميرات موجودة والأجهزة موجودة، فنستطيع أن نقلل عدد العمالة في هذه العقود. ففي في 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 طلب
قاعد تدرس مجلس الوزراء انها تخفيضها 25%. هاي راح تخفض عدد عماله كبير، لان عدد العقود الموقعه مع الدوله كبيره، عدد كبير اللي هم العماله عمال النظافه اللي في الشوارع او في الوزارات او الحراسه. اي لان انت اليوم الكاميرات استبدال، يعني اليوم انت في عندك قانون الكاميرات وكل الجهات الحكوميه ركبت الكاميرات، فركب اجهزه فراح تستخدم عماله اقل في المحافظه على امن المكان. طيب. او حراسته. كذلك هناك أجهزة لتنظيف شوارع ونشوفها في الدول المتقدمة نستطيع أن نستخدمها بدلا من العمالة باستخدام الوسائل البدائية. في كذلك هناك قرار بالنسبة للعقود الحكومية اليوم الاعتماد على الجهات أو حسب المناقصة قاعد تحدد لها العمالة. لا، راح نستخدم نظام آلي تستخدمه جامعة الكويت، يستخدمونه النفط لتحديد هذه العمالة بحيث على مراحل المشروع ومن ينتهي مشروعه يخرج يرحل عمالته. يرحل عمالته حتى نخفض، لأن لما درسنا الدراسة كانت 70% من هذه العمالة هي عمالة هامشية اللي هم عمال وما إلى ذلك، وهذه اللي طبعا يستهلكون عندك صحة، مرور، داخلية، كل هذه الأمور. فإحنا نحتاج أن نقلل من هذه العمالة، وبالعكس نستجلب العمالة اللي هي المؤهلة. إحنا نبي يعني جراحين، نبي دكاترة، نبي الوظائف التخصصية الفنية حتى يعني تنهض أيضا نحتاج إلى مثل هذه المهن. ولكن هل أفهم من كلامك بأنه الآن اللي ينتهي عقده من الدولة أو من أي جهة أو مناقصة حكومية لا يرحل العمالة، تبقى في الشارع؟ أي طبعا. أي. هو يحولها من سواء من عقد إلى عقد أو يحولها إلى الشركة. فهذه طبعا أو من سمح لها بتحويلها الشركة؟ ما هو كانت القرارات السابقة تسمح، الحين وقفنا على عقد حكومي يرحل ولو يحول. الشيء الثاني اللي هو معمول في كل الدول المحيطة طبعا. طبعا انت لما تيجي تطالع على التركيبه السكانيه في دول الخليج يمكن احنا الافضل، لان بعض دول الخليج وصلوا المواطنين الى 15-20% مقارنه. في شيء يعني من الدراسه اللي درسناها ان من قبل 20 سنه وهي هذه التركيبه السكانيه هي 30 سنة. وصلت مره الى 40-60 بعد الغزو مباشره، وتعرفون ان كانت كل اغلبيه الوافدين. ولكن هذا ما يعني ان احنا ما ندرسها ونعالجها، ومثل ما قلت لك احنا قاعد نعالجها من جميع جوانبها، اجتماعيه، اقتصاديه، وكذلك على الوظائف اللي ممكن اصلا تسنى. كان في تصريحات سابقه انه ايضا احد الاسباب في هذا الخلل غير موضوع يعني العقود الحكوميه وانتهاء يعني ما جلبوا لاجله، موضوع تجار الاقامات. صحيح. يشتكي منه القاصي والداني، تصريحات يعني وزراء مختصين مختلفين على مدى سنوات مختلفة، جمعيات النفع العام، المراقبين، الكتاب، الصحافة، الرأي العام. هذا الموضوع الآن هل له حل جذري ولا راح يظل موجود كنزيف ينزف عمالة مثلا غير مفيدة للدولة؟ هو شوف، قلضنا العقوبات، هاي بتقليد العقوبات صارت على العامل وصاحب العمل، يعني حتى العامل لما هو قاعد يدفع فهو عارف انه مخالف، فاحنا حطيناها على العامل وصاحب العمل، وحطيناها على كل عامل. قبل كانت لا، لما تشوف شركه وتسكرها ياخذ حكم على شركه، يمكن يكون فيها 20، يكون فيها 50، ما لا، راح تحسب على كل عامل، على الفرد، على الفرد. فراح طبعا المبالغ تصير عاليه وفيها سجن كذلك. يعني حلنا ملفات عديده، سوينا نظام آلي، وهذا هو اللي راح يغلص خلنا اقول الاستثناءات، لانه راح يكون حسب النظام. ما يقدر يحول لان النظام ما يسمح، حسب القرارات شلون يسقطها على النظام، وتعرف النظام لا تستطيع أن يعني ما في حق استثناء للوزير أو الوكيل أو الوكيل المساعد، ما في أبداً ما في استثناءات حتى نستطيع أن نشوف انعكاس تطبيق النظام الآلي على العمالة وكيفية، لأن منع التحويل بالذات لبعض القطاعات، يعني أنت قطاع الزراعة والرعي كان مدخل لتجار الإقامات، اليوم منعنا تقلصت العملية. كذلك حتى هذا الموضوع خلينا أن الهيئة
اللي هي راح تحدد كم يعني عامل لكل مزرعة بالاتفاق مع المزارعين، نقعد معاهم ونتفق معاهم لأن على اختلاف طريقة زراعتهم، تعرف النخيل صحيح. غير وما إلى ذلك. واللي يأتي مزارع واللي يأتي راعي غنم يعني هل بالإمكان بعدين؟ كان قبل كان مستشاري ودكتور آي تي على 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 على, على, على المزارع على مزارع على بس مزارع. الآن اللي يأتي مزارع ويأتي راعي غنم وفعلا موجود مثلا تكشفون عليه من خلال مثلا الشباب والمعنيين بهذا الأمر، لكن يتم تحويله بعد فترة بعد 3 سنوات أي. والتحويل يصير من مزرعة لمزرعة، ما يطلع برا القطاع، مو مهنة ثانية أي. فعشان كذي هاي تقلصت. لك تصريح مشهور، معالجة الخلل لن تكون بشكل فوري في موضوع اللي هو معالجة التركيبة السكانية بل على سنوات. هذا التصريح ورد لك من فترة وسوى ضجة، يريت توضحينه هنا بشكل أكبر. أخوي يعني أنا أريد أقول لك انعكاسات، هي أول شيء عندك خطة تنمية وعندك ما يقارب 29 مشروع كبير يحتاج إلى عمالة هائلة وتبيها تنجح في العدد والنوعية أيضا، يعني في العدد والنوعية يعني وكل مشروع من 4 إلى 5 سنوات صحيح. وبعضها يصل إلى 6 سنوات. هذا واحد. اثنين، عندك تركيبة تحتاج إلى معالجتها، وأنا أريد أقول لك معالجتها من ناحية المهن، معالجتها من مسيطرتها على بعض الأسواق، معالجتها على التوطين. يعني اليوم يجي ثم تي عائلته ثم عياله ثم عيال عياله ويمكن أخوانه وما إلى ذلك، فهي كيف معالجة هذا عدم وجود التوطين. وهذه من الأشياء اللي يحتمل القرارات اللي من وزارة الداخلية أن الالتحاق بعائل ما يتحول إلى عقد عمل. كل هذه الأمور قاعد نعالجها، قاعد تعطي تأثيراتها صح، يمكن بتأثيرات بسيطة، لكن قياس الأثر يحتاج إلى سنوات، يحتاج سنوات. وهذه كل الإحصائيين يعني قاعد مع أي باحثين في هذا المجال، هذا مو كلامي أنا، هذا كلام الباحثين كلهم، لن يستطيع الواحد أن يغير التركيبة أو يعمل. هاي واحدة. اثنين، أكو علاقات سياسية. ثلاثة، أكو أنت عندك جزء منهم في المدارس، جزء منهم يعني أنت مثل ما قلت لك هي أكو عقود لازم تنتهي ولا باكر يصير علينا صحيح. كليم. كل هذه القرارات تأخذ صحيح، راح تبين آثارها سنة بعد سنة. وبعض القرارات بين يعني صح، أنا يعني مو من السعادة أني أقول بين الجزء بسيط اللي هو 0.001 بين، لكن أنا قاعد أقول كل ما هو قاعد يزود من عدد العمال الكويتيين على مقابل غير الكويتيين، إذا احنا ماشيين في الطريق السليم إن شاء الله. التركيبة السكانية دكتورة يعني هي هاجس لكل المؤسسات والدول في شتى دول العالم صحيح. للمحافظة عليها وربطها بما تفضلت فيه الوزيرة في موضوع التوطين، في الموضوع الاقتصادي، في موضوع الضغط على الخدمات، من تجارب الدول اللي نجحت فيها في تعديل التركيبة السكانية. طبعا في الوقت الحالي من الصعب اني اجد مثال ناجح الا في الدول اللي تطلب الهجرات مثل استراليا وكندا، لان الهجره المليونيه الى الاتحاد الاوروبي فرضت عوامل جديده على تركيبتها السكانيه قلبت الموازين. يعني الدول الاوروبيه اللي تمنح الصحه للمواطنين اليوم حتى طلعت من الاتحاد الاوروبي قالت ما بيتشاركوا بخدماتي فقط. صح، بريطانيا. التركيبة السكانية مهمة جدا، ومهم من السياسة العامة للدولة أنها تعطي الانطباع للسكان، وأنا أقصد الكل كويتي وغير كويتي، ما هي عوامل الجذب، أنا شنو أبي، أي نوع من المهن اللي أبي أجذب فيها الناس أنها تجي الكويت. هل أنا أبي الناس يوني لأن خدماتي عامة مجانية؟ هذا مو عيب. عندك استراليا وعندك كندا الناس تجي تبي التعليم مجاني، الصحة مجانية، ومو مهم بس هناك يدفعون ضريبة. ولا أبي الأعمال المتميزة اللي الدولة محتاجتها. يعني اليوم مثلا أنا وما عندي أي فرق بين يعني في حديثي بين كويتي وغير كويتي، لما أقول إن إحنا بحاجة إلى حصر الكفاءات، مو بس كفاءات الكويتيين، كل اللي عندي الجميع، أبي أشوف الكفاءات اللي عندي، هل أنا فعلا استطعت إني أرتفع ولا أنا على حد الهامش، يعني حد السياحة العلاجية ونقعد وما نرد وما نسافر ونيب ناس، وتعرف يعني كل ما تراخى القانون جمعت الناس اللي تحاول أنها تستفيد منه.
فمع حصر الكفاءات أستطيع طبعا أني أحط سياسة سكانية واضحة. بس في نقطة تفضلت فيها الوزيرة اللي خاصة بدور التكنولوجيا والوظائف. طبعا هذا الأمر ليس فقط لغير الكويتيين، هذا لنا إحنا. يعني بالاستوديو قبل فترة ما اليوم بس 3 عندنا، يعني كانوا 13 واحد. اليوم مع التكنولوجيا قل العدد. أنت التكنولوجيا يعني استخدمتها ولازم تحط بحسابك بأن فرص العمل قلت. بس لو تكلمنا عن الكويتيين في مثالين يعني. في غير الكويتيين بأن كاميرات الرقابة والحراسة بس هذا ينطبق على الكويتيين أيضا. وإحنا اليوم لازم ننتبه، يعني إحنا حتى في جامعة الكويت موظفات التسجيل كانت مهنة، اليوم التسجيل إلكتروني. بس الكويتيين ما يشتغلون في النظافة؟ لا ممكن يشتغل حراسة بس ما يشتغل النظافة. المهن اللي جايها الدور بالتكنولوجيا مثل ما هني صار عندك أجهزة، هذا في الأمد البعيد فيما يخص تركيبتنا السكانية أقدر أعرج فيه على الوظائف. إحنا في وظائفنا كلنا مهددين أن تستبدل الوظيفة اليدوية بتكنولوجيا متطورة. فإذا اليوم في سياسة عامة للدولة فيما يخص المواطن الكويتي، أنا أعتقد أن المهارة التكنولوجية والاستثمار في البنى التكنولوجية مهم جداً. مجموعة من الأخوان المواطنين والمواطنات أيضا المتابعين لبرنامجنا لهم رأي واستطلاع في هذا الموضوع حول يعني رأيهم وموقفهم من العمالة الوافدة في دولة الكويت وتأثيرها في التركيبة السكانية. والله من ناحية التركيبة السكانية فيها زيادة، نعم فيها زيادة كبيرة، بس لازم يعمل لها ترتيب وامور ثانيه، يعني سن قوانين وقوانين بس على اساس يترتب الامور هذه. ان شاء الله يصيرون دبل، يعني ان شاء الله يزيد عددهم يصيرون دبل. بالعكس الايد العامله سعرها يقل، يعني الايد العامله بدال لا تاخذ العامل مثلا يوميته 15 تاخذ العامل يوميته 7 دنانير، تقل التكلفه على المواطن. بالعكس هذا قاعد يساعد المواطن. المفروض يعني وزارة الشؤون تشدد على كل واحد من هذول اللي يعني العمالة يشوفون شنو هو من اللي جايبه، يحاولون يعني يسكرون ملفات كثيرة. فأنا أتوقع يعني إذا الشؤون ركزت وبأسرع وقت راح خلال يمكن سنة أو سنتين أتوقع يمكن مليون يعني من العمالة راح يغادرون البلاد وترتاح حتى الضغط على الحكومة والضغط على البلد أصلا، يعني من زحمة الشوارع، من زحمة المستشفيات، من زحمة الأماكن العامة. والله أعتقد الوافدين أغلبهم من جاليات معينة، لو يتنوعون الجاليات، يعني مثلا أخي تروح المحكمة جالية واحدة معينة دام بالمحكمة، تروح وزارة الصحة جالية معينة، يعني كل جالي 20% 30% تنوع شوي من آسيا شوي من دول عربية. نرحب بكم من جديد وضيفتنا الأستاذة هند الصبيح معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة الشؤون الاقتصادية. يمكن ليش تعليق على ما ورد في أحد الإخوان قال خلي يزيدون العمالة إن شاء الله الضعف، فكر فيها بجانب اقتصادي. صحيح، هو قلت لك هو عشان كذي اقول لك هي ما هي قرار تاخذه وطبقه مباشر، لانه لازم تقيس اثره على ارتفاع الاسعار، على كذلك شحه في السوق. يمكن واحد من اللي تكلم على انه هو تحديد نسب للجنسيات، هذا صحيح، هذا واحده من السيناريوهات اللي اتخذتها اللجنه بحيث انها تصير 20% من توتال العمل في مهن معينه. عدد الجنسيه نفسها لا تزيد عن 20% حتى تظل هي عدد الكويتيين اعلى من اي جنسيه موجوده. هذه محطوطه في 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 السيناريو المطلوب اللي قاعد نشتغل عليه. قلت لك هي عوامل كثيره ويعني اشتغلت فيها اكثر من 10 جهات حكوميه حتى نستطيع ان نتاكد ان اي قرار طلعه ما ينعكس سلبا على مهنه معينه او على قطاع معين. هل ثبت عندكم يعني بعد التحقيق وفحص ملفات الشركات انه في فعلا بعض الشركات يعني تستخدم بعض الثغرات للاتجار بالاقامه؟ طبعا فيه كثير وحلناها طبعا، خذينا فيهم اجراءات وحلناهم الى طبعا هي ترحال الى اداره العامه للتحقيقات ثم الى النيابه العامه.
ويقلق ملفهم عندكم بعد ثبوت مثلا تورطهم او ادانتهم. احنا قاعد نتعامل احنا مع البطاقه المدنيه ووزاره التجاره، هذول الثلاث اضلع للاكتشاف، فنوقف ملفهم وكذلك نتابعهم قضائيا. ننتقل معاك الى موضوع اخر، يعني وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والملف الاقتصادي اللي معنية فيه، وإن شاء الله أنت قد الثقة الأميرية في تكليفك بكل هذه الملفات مع فريقك أكيد في الجهات المختلفة، اللي هو المعاقين، هذه الشريحة اللي حقهم على المجتمع حق كبير، ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بإعاقة إما بالولادة أو نتيجة حادث. عدد الملفات أعتقد يعني حسب الرقم يعني واصل 60,000 أو دون شوية مسجلين في الهيئة العامة لشؤون المعاقين. القانون رقم 8 لسنة 2010 يعني يحتاج تعديل، كل قانون يصدر بعد فترة يراجع ويحتاج تعديل إما لاكتشاف ثغرات أو للتعديل على حالات مستجدة. وين وصلتوا في هالموضوع هذا وخصوصا أنه موضوع ساخن؟ أول شيء أنا أبي أفرق بين المرض والإعاقة، لأن اللي لاحظته عفوا النساء اللي مثلا يشيلون رحمهم يعتبرون نفسهم معاقين لأنه فقدت جزء. من يعمل اعتبرت نفسها من نفسها ولا وفقا لنص في القانون؟ لا لا، اعتبرت نفسها من نفسها وقاعد تطالب أنها هي معاقة. من تعرف عنده سكري، عنده ضغط، ما إلى ذلك، فهذا مرض، هذا ليس إعاقة. اثنين، لازم أفرق بين السن، من فوق 75 سنة وإلى أمراض الشيخوخة، واليوم أكو قانون مسنين، فالاتجاه إلى قانون المسنين لتطبيقه، سواء إلى زهايمر إلى عفوا يعني أمراض الشيخوخة بكل، عدم السمع البسيط، عدم هذا هذا ما نستطيع أن نضع ضمن الإعاقة. طيب. وهذا هذا هذا الخلاف ما بيننا وما بين الأخوان اللي قاعدين اللي يتقدمون لنا. بالسابق كانت الملفات متناثرة، رتبناها وجمعناها، كان لكل معاق 5-6 ملفات، فما تقدر تعرف شنو المميزات اللي اخذها لما ندخلها مع بعض، لما ناخذ مثلا مميزات على كل ملف على حده فجمعناها مع بعض. القانون يقول ان احنا كل 3 سنوات نراجع مستوى الإعاقة، فشكلنا فرق طبيه راجعت هذه الإعاقة. من دمجنا للملفات ودمجها مع يعني او مراجعتها مع الاخوان، لان طبقنا نظام آلي مع التامينات الاجتماعيه ووزاره الشؤون في المساعدات وكذلك وزاره الداخليه والبطاقه المدنيه ويعني والعدل، لقينا اكو اشياء يعني لا يمكن ان نقبلها ونستمر بالصرف، مع ذلك ما وقفنا. مثلا ترعى معاق وهي مسافره في بعثه، قاعد تاخذ فلوس ترعى معاق وهي مسافرة في بعثة. المعاق موجود في الكويت، موجود مو معاها، هي ساكنة منطقة وهو ساكن منطقة مختلفة. هي القانون لما قال ترعى معاق يريد أن يعني تاخذ كل المميزات اللي هي تخفيف العمل والتقاعد والشيء عشان ترعى. صحيح، كنت تحت عينها. من ترعى معاق هي فوق 85 سنة. كثير الخادم احنا نصرف خادم، نلاقي نفس الخادم هو عند 10 نفس وبل ولا واحد فيهم هو كفيلة. كفيلة جهة أخرى غير العشرة، عائلة مختلفة غير العشرة. هذه طبعا تعميم ولا استثناءات موجودة الحالات اللي ضربتيها كأمثلة؟ فوق 5,000 حالة. هذه كلها هيت، فإحنا حطينا فريق طبي يراجعها. إلى معدد هي حطينا فريق طبي يراجعها عشان نتأكد أول شيء هل هو معاق ولا لا، لأن قد يعني إحنا في تصنيفنا أو حسب الأوراق اللي عندنا معاق، لكن الحين بنتأكد لأنه هو قد يكونون هو معاق واستفادوا من المميزات التي تعطى للمعاق، فحن عشان هذه هي كل هذه المميزات حطت في القانون للمعاق لخدمة المعاق. اثنين، لقينا جزء كبير مو معاق أصلا، يعني مثل ما قلت لك، يعني أنا الأسبوع اللي فات يعني شخص وأنا يعني أشكره على صحيان ضميره، قال لي انا جتني شهاده البيت، شهاده الاعاقه وانا ما رحت ولا شيء، لا وشديده بعد، وانا ما رحت وانا اصلا اشتغل وما فيني الا العافيه. وانا الحين يعني صراحه بس صار لي مده يعني ما نام
واحس انها هي فلوس حرام، ابيكم هذا وتعطيكم فلوسكم ويعني وتخرج التخرج بطيب وما الى ذلك. طبعا احنا عرفنا منو يعني احس حتى تكون عندنا مستندات اتخذنا الاجراءات القانونيه، وكثيرين مثله قاعديون. احنا كل اسبوع تقريبا نودي ما يقارب 50 الى 100 ملف الى النيابه لان فيها شبهه تزوير، يعني موقع على اوراق معطينا اوراق غلط، ما في مثل ما قلت اللي تحيلهم النيابه اللي فيه شبهه تزوير، ايوه اللي يعني هو اما معاق او ان الاشياء اللي اخذاها ما له صله في هذا المعاق او ارفق مستندات مخالفه لواقع حاله فدفعت له مبالغ. هذه بالعكس المعاقين قاعد يشكرون عليها، لان مثلا احد المعاقين يعني قال لي محمد احنا لنا اولويه في السكن، المدعي الاعاقه قاعد ياخذون اولويتنا واحنا صحيح. الاولويه وضعت لنا لان معاقين بل حتى الاصحاء وشكرون عليها قالوا احنا في مناطق قاعد تتوزع المعاقين لان زادوا، لان في مدعين اعاقه زادوا احنا المنطقه تتوزع ما نحصل احنا الاصحاء. طيب ما في عداله. هذا الفلتر مع الوزيره اللي انتم الحين تعملونه، يعني العدد 57,000 ملف، اذا يكون في 5,000 6,000 هم من ينهجون هذا النهج المخالف للضمير وللقانون وللشرع ولكل يعني المفاهيم هذا الإنسانية. بتداخل البيانات مع بعضها هذا بمراجعه الملفات إيه نعم. طبيا ما هذا ان شاء الله يوصل. ما يأثر على العدد الحقيقي المعاق، يعني ما يصير عندكم ردة فعل في تعطيل مثلا ملفات الآخرين اللي فعلا محتاجين خدمة الدولة. أبي أكد لم نوقف يعني المصاريف اللي قاعد تندفع لها، يبقى عفوا من أهله يا يبي ياخذ 10,000 أو من أهله يا يبي ياخذ اللي هو التقاعد قاعد نحطه حسب الجدولة مالته في سيستم قاعدين عطالهم، وخلال يعني أسابيع قليلة راح يصير سيستم أونلاين يستخدمونه من البيت، فراح يقلل عليهم ييتهم إلى الإعاقة. بل أنا إن شاء الله يعني قبل رمضان راح يكون النظام كل خدمات قدمت عن طريق حتى الموبايل، يعني حتى أخفف على المعاقين. وأصلاً جايين في تعديل على القانون وتباحثنا مع الأخوان. شنو أبرز التعديلات على قانون؟ أبرز التعديلات إن أقدم له الخدمة لا تقدم له فلوس. يعني. وايد يعني وايد مثلا من ذوي الإعاقة يحتاجون الى مراكز تأهيل لا توجد عندنا هني، يوديها دبي ويوديها الاردن ويروح طيب. في امريكا، وهذا تعرف ينقطع عن اهله ينقطع عن عمله ينقطع، فمفروض تكون عندنا مراكز تأهيل على مستوى عالي. هذا واحده من الخدمات اللي احنا قاعد نفكر نسوي فيها. المدارس اندماجهم بالمدارس اندماج حقيقي، انت عندك انواع الاعاقات كثيره، اكو صحيح. تعلميه واكو ذهنيه البسيطه واكو الحركيه، هذه كلها تقدر تندمج بالمدارس العاديه صحيح. ما يمنع اندماجهم بالنوادي الرياضيه مع هيئه الرياضه. فاحنا الحين قاعدين ننسق مع كل الجهات الحكوميه نقدم لهم خدمات حتى المعاق يكسبها. دور ايواء يعني أنا ما يحضرني الحين كل الأمور، لكن هذه كلها قاعد نعكسها بحيث أنها تكون هي تعين المعاق في اندماجه، توظيفه أماكن توظيف لهم، لأن بعض الإعاقات الذهنية البسيطة يستطيع أن يعمل يعني حتى على الكمبيوتر. هل مقابل تعديل هذه النصوص في قانون 2010 رقم 8 الجانب الآخر التشريعي مجلس الأمة، يعني نسمع أصوات يعني تستخدم هذا الملفين التلويح بالسؤال المغلظ أو بالاستجواب للوزير المعني اللي هو حضرتك؟ حقهم طبعا كدستوريا. احنا يعني احنا قعدنا مع لجنة ذوي الإعاقة في مجلس الأمة مرتين استدعونا وفي تجاوب الحمد لله، لأن رويناهم بالبيانات وال يعني احنا يعني لازم تعرف انا اعمل ضمن مستندات وضمن قوانين، لا اعمل ضمن يعني كلام مرسل ما الى ذلك. اعطيتهم الاحصائيات بينت لهم الملفات وجبت نماذج من الملفات اللي احنا شفناها ورويناهم اياه، قالوا حتى هذيلا اللي كانوا موقعين ودوهم الى النيابه، قلنا طبعا احنا مودينهم الى النيابه وتفهموا متطلباتك في تعديل بعض القوانين اللي هي لمصلحه اي قلنا لهم احنا قاعدين نعد لكم قانون الحين نخلصه من اجراءاته القانونيه لدينا في الحكومه وراح نجيب لكم. طبعا انا طلبت من الاخوان حتى في هيئه الاعاقه ان نبتدي نستعد، يعني انت لا تقول انا بوقف العفو الاعانه الشهريه وانت ما الخدمه مو قدامك صحيح، يعني جهز الخدمه ووقف صحيح. فهذا اللي احنا نبي، فقاعدين نجهز ان شاء الله الخدمات اللي راح نقدمها لهم. من ضمن المؤشرات دكتوره اللي يقاس فيها يعني انه اي دوله تقدم خدمه متميزه
أو ترتقي في المؤشرات، يعني كونها دولة حضارية ومدنية، هي خدمة المعاق. صحيح. إحنا في الكويت يعني دور الإيواء ودور الرعاية الاجتماعية ومدارس المعاقين، مدارس الأمل والصم والبكم، موجودة يعني من سبعينيات القرن الماضي في الكويت، حتى إن يعني لم يسبق يعني الخدمة تسبق ذلك التاريخ. هل يعني فعلا الآن مع هذه المتطلبات وصلنا إلى الدرجة المطلوبة، ولا دائما نحتاج إلى تطوير؟ لا أكيد نحتاج يعني إلى انتفاضة. أولا بتغيير مسمى المعاق، لأن في الإعاقة لها درجات. ثانيا تقديم قانون لتوظيف المعاق. يعني لازم نتكلم عنه قيمة في مجتمعنا بنحافظ عليها، خصوصا أن عندك مبدعين الكثيرين منهم، قانون لتوظيفهم. عندك أي قانون يعطيك مكافآت مالية، يجب على الدولة أنها تحط المحظورات مع القانون وتسوي حملة لتوعية المواطن أن بمخالفة هذا القانون هذه هي الإجراءات. لكن لا يمكن أن ليش صار هجمة شرسة يعني على الاستفادة من الخدمات؟ يعني كل واحد يعني كانت موجودة الخدمات من قبل، بس صارت الأعداد بالآلاف لمدعي الإعاقة، لأن القانون كانت في مساحات رمادية اللي تمشي ولكن عندها نوع من الألم، يقول لها شخص قدمي، ليش ما تقدمين؟ لأن غيرك قدموا. هي ما فتحت موقع وقرأت أن لو أنت اللي هذه بطاقتك المدنية وعندنا إحنا كهيئة ادعيت، هذه هي العقوبة. ما كان في رادع في البداية، كان في وسطاء يسهلون هذه العمليات، وإحنا دفعنا الثمن كمجتمع يحز في النفس لما يكتب عنا إن هناك مدعين أو العلاج بالخارج أو حط القانون واضح من البداية. الناس اللي الحين يعني طبعا الحين خلاص يعني في ناس استفادوا، واليوم في حملة توعوية، والله يعينها الوزيرة لأنها صعبة جدا من إن تقول لشخص أنت استفدت واليوم أبيك تعترف وتقول لا أنا اليوم. كل اللي نقدر نسويه اليوم أن نبني خطة إلى الأمام بتصنيف هذه الإعاقة بإقرار قانون لتوظيف المعاق، بإقرار بتمكين المعاق من العودة إلى الصفوف الدراسية. أنا ما فهمت سبب العزلة. يعني مدارس اللي تساعد هي نظرية تربوية بطيئة تعلم، نظرية لا تربوية تصور إن المدارس لهم فصول خاصة فيهم تحولت إلى مدارس خاصة فيهم، مكنهم ومكنني تم عزلهم. مكنني كمدرس إني أهتم فيه، هذا شيء أساسي صح، وأنقل خبرتي كمدرس إلى الطلبة إن هذا واجبكم، لكي لا يصبح الواجب شعار. هذا الإنسان اللي قاعد بينكم من واجبي وواجبكم، تمكينه من العمل الجماعي. أيوة. وين حديثنا عن المواطنة إذا ما كنت إذا ما كان عندي أمامهم مثال. الشيء الثاني بأنه يعني فعلا لازم تكون عندنا قوانين واضحة لإعادة تمكينهم من عندنا. اليوم مثلا نموذج الياباني، عندهم ما يسمى بالإعاقة الدائمة باليابان، عندهم اليوم قانون جديد 2014 هو قانون توظيف المعاق في اليابان. صج إن في اليابان صج إن عندهم مشكلة منو اللي يهتم فيه، هل لديك العمالة المناسبة مدربة. هني في الكويت عندنا إحدى مدارس الطلبة بطيئة التعلم ما لقوا مدرسين كويتيين، لأن ما في كويتيين من يعني كلية أو يعني مدربين بمعايير دولية للاهتمام ببطئ التعلم. هذه فرص وظيفية، هذه في مدرسة خاصة، في مدرسة خاصة. لا اليوم الحكومة تدعم هذه المدرسة وتقول لك أنا أنت بس عطني الحالة، ولكن العمالة المطلوبة اليوم لازم نفتح الفرص أمام تخصصات الكويتيين، لأنها أنت كأم محتاجها متخصصة وأب وأخت وبنفس الوقت مدرسة. مراكز التأهيل هي الصح، تأهل الأم، تأهل حتى الخدامة، تأهل الأب والأخوان شلون يتعاملون مع هذا بدرجاتهم المختلفة، حتى داخل المدرسة، يعني مو بس المدرس، في الوظائف المساعدة الأخرى. صحيح. ترى دورنا كمجتمع فيهم، لأن أنت يعتمد على درجة إعاقته وين تودي دور إيواءهم، كل هذه الأمور لازم إن إحنا نجهزها بهذه الأموال اللي قاعد ندفعها حتى هم يعيش. بس القانون على فكرة في توظيف 4% الألزم، إحنا ممكن نزيد هذه ونوعي لنا في يعني في وقعنا عقد تقريبا بتوظيفهم في القطاع الخاص 20 معاق راح يتوظفون خلال الأشهر القادمة بعد تدريبهم،
وأعطاهم الثقة في نفسهم أنهم قادرين يستطيعون وهم مبدعين. متى ما شجعتهم واحتويتهم هم مبدعين. خصوصا الإعاقات الجسدية يعني. أنا لا أنا شفت بعضهم صراحة حتى في الإعاقات الذهنية أنا أتكلم إيدينهم ما شاء الله يعني ساعات بالنحت أو بالنحاس أو بالخشب أشياء المهارات اللي تحتاج إلى مهارات يدوية كلها حتى لو لم يستطع أن يفعل شيء هذا واجبك. وبعدين في قانون تجريم العنف ضد المعاق هذه الدول الحين بدأت تقر هذا القانون وتبحث فيه لأنه ما يعبر عن نفسه. العمالة اللي أنت توظفها معاه بغض النظر عن جنسيتها يجب أن تعرف أن لو كان هناك أي نوع من العنف حتى لو كان لفظي ممتاز. يجب أن يعاقب. موضوع آخر ومهم هو محورنا الأخير معك مع الوزيرة أستاذة هند الصبيح. وزارة الشؤون ما محاورها كثيرة يعني هو حصل المواضيع والملفات كثيرة بس على قد الوقت على قد الوقت المتاح لنا في شارع السور. الجمعيات الخيرية والجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام كثر الحديث عنها في إحالة بعضها للنيابة في تغيير مجالس إدارات بعض النقابات تلاقي نقابة قائمة تروح مجموعة أخرى وتطلع في نقابة وهذه شغالة وهذه شغالة وكل واحد يقول أنا القانوني وأنا وضع القانوني. خلال 2016 تم إحالة 20 جمعية للنيابة جمعية تعاونية 4 جمعيات تم حلها تم حل 4 مبررات أيضا من المبررات الخيرية. شنو مبرراتكم يعني للإحالة للنيابة للحل في جميع هذه النوعيات من الجمعيات؟ يعني بداية وبكل بساطة تطبيق القانون خالفهم القانون طبعا. أنت عندك قانون التعاوني يعطي الإشراف لوزارة الشؤون على التعاونيات وهناك مراقب مالي وإداري متى ما من قبل وزارة الشؤون من قبل متى ما كان انحراف اللي ما يعرف الوضع لا لا في في من قبل وزارة الشؤون مراقب إداري اللي هو يتابع القرارات الإدارية التوظيف قرارات النقل داخل كل جمعية الرواتب وما إلى ذلك. وفي مراقب مالي اللي هو الشيكات بل احنا طلعنا أصلا المراقب المالي لازم مثل المراقب الحين اللي عندنا المالي في الوزارات احنا يوقع لك على الشيك قبل لا يطلع. انا كذلك حطينا المراقب المالي حتى يتحمل المسؤولية حتى لو جاء لك مجلس إدارة ما عنده عمق تعاوني وما يعرف في العمل التعاوني المراقب المالي والإداري حماية له. لكن في 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 انحرافات وفي في سوء ساعات إدارة أو في استقلال لهذه لأن أنت تعرف الجمعية هي عبارة عن مركز تجاري يدير أموال كثيرة. محافظة على أموال المساهمين لابد أن نتخذ الإجراءات ولله الحمد أغلبية الإحالات اللي حملناها كسبنا أغلبية القضايا لأن أغلبيتهم يلجؤون إلى القضاء أو إحنا بعد النيابة يودونها إلى المحاكم أغلبيتها قاعد صحيح إحنا بعدنا وصلنا إلى التمييز بس إحنا بدرجة أولى ودرجة الاستئناف قاعد نكسب هذه القضايا مما يؤكد صحة الإجراء اللي اتخذناه. طيب انعكاسه على الانعكاسة الأرباح زادت إيرادات الجمعيات زادت الجمعيات اللي تم حلها وإحالتها النيابة. أنا أكلمك رتب القطاع كله وأنت طبعا أنت لما تطبق القانون الكل يعني الإحالات هذه قلت في الآونة الأخيرة. اثنين زادت الأرباح المبيعات زادت يعني رضا المساهمين على أداء الجمعيات ارتفع. هذا احنا اللي كنا هل من تم إدانتهم يعني الآن حضرتك قلتي إن في خط يعني التقاضي ودرجات الثلاث لكن في حالات تم إدانتها سابقا هل تم استرجاع الأموال منهم؟ ما هو حسب حكم القاضي يعني هو الآن تصل إلى القضاء هو الحكم اللي يرجع الأموال هل حبس ما إلى ذلك هي حسب الأحكام اللي تصدر يعني إحنا ما نتدخل في تعرف أحكام القضاء. إحنا نودي المذكرات الترافع ونضع فيها كل المستندات اللي إحنا حصلنا عليها وعلى أساسها طلعنا قرارنا بس هو فيها شيء هو يمنع من الترشح أصلاً ثلاث سنوات طبعا لمده 3 سنوات فقط ليش ما على طول حسب القانون هذا قانون احنا يعني غير القانون في تعديلات على القانون رحيم فيها في تعديلات على القانون في ثغرات في القانون وحتى يعني تكلمنا يعني مع بعض يعني مثلا البعض يقول مو معقول انا اسلم يعني حساب او خلينا نسميها محفظه فيها مليونين 3 ملايين دينار لواحد ما يملك شهاده تعليميه تؤهله ان يتعامل مع هذا الفكر الاستثماري
هو بالنهاية هو بيع وشراء، وقلت حضرتك مركز تجاري يعني. أدري بالقانون الجديد قال هو جامعة ودبلوم. فأنتوا غيرتوا القانون. فإذا ليش ما يغير القانون أيضا في إنه خلاص من تقع عليه شبهة في التعامل ولا غيره، وصحيح إنه يعني لم يدن مثلا باسترجاع الأموال، إنه يبعد على طول وليس 3 سنوات فقط. هو أنت في تطبيق القانون تشوف الثغرات. فالأخوان اللي في قطاع التعاون مع القانونيين قاعد يجهزون لنا تعديل على القانون راح فيه إن شاء الله. قريت لك تصريح بخصوص إحدى الجمعيات اللي تم فيها تطبيق الفكر الاستثماري أو الفكرة الاستثمارية، وهي جمعية الدسمة أعتقد. صح. قلتي إن هذا الموضوع ليس بالضرورة أن يعمم على باقي الجمعيات التعاونية. صحيح. هو كانت تجربة أو خيار مثلا للجمعية. ليش تطبق في جمعية واحدة وليش ما عمم؟ هل هذا تراجع منكم ولا وجدتوا في مثلا إشكال في التجربة، أو هو كان حالة خاصة مقصورة على جمعية الدسمة؟ لا لا، هو أول شيء أنت يعني المساهمين هم اللي يملكون الجمعية، هم المالكين الحقيقيين لأي جمعية. فإذا كانت الجمعية ماشية صح ولها ويعني جمعيتها العمومية راضين عن أدائهم سواء باختلاف الانتخابات ومجالس الإدارات، احنا في جمعية الدسمة كانت مشكلتها انها هي صدر عليها احكام ببيعها بالمزاد. هذا راح تضرب القطاع التعاوني كله. بيعها مع اصولها طبعا. طبعا انت لا تنسى ان هذه املاك دولة. فاحنا تدخلنا بحيث ان فتحنا موضوع الاستثمار ودخول القطاع الخاص. الحين أما أرد على الخطة، شراكة القطاع الخاص وشراكة المواطنين ببناء شركات يملكونها المواطنين تدير هذه الجمعيات معروض. معروض، لكن هو هل هو يخالف القانون ولا لا؟ أرد أقول لك إحنا نمشي حسب المسطرة القانونية. الاستثمار أنقذ الجمعية. المساهمين وايد فرحانين في الدسمة وفي المستثمر. بضائعيتهم اصلا يعني في منطقتهم، زادت ارباحهم، قلصنا عدد القضايا والمطالبين وسكرنا اغلبيه الديون. صح هي مو على سنه، يبي لنا سنتين على ما نسكر كل الديون، لكن على الاقل حطيناها على المسار الصحيح. موضوعنا الاخير اللي هو المساعدات الاجتماعيه، ومجموعة من أخواتنا الكويتيات اللي احتجوا أمام مجلس الأمة بإيقاف هذه المساعدات أو حتى بتقليصها أو بإعادة النظر والدراسة فيها. التصريحات أيضا يعني متفاوتة من قبل قيادات الوزارة في هذا الموضوع. وضحين الصورة هذه مع الوزيرة. وجودك يعني اليوم فرصة يعني لوضع النقاط على الحروف. لا لا، هو شوف، هو لازم تعرف ان اكو قفزه صارت من 2010 الى 2015 و16 في عدد المساعدات التي تصرف ومبالغها، عدد يعني الحالات، عدد الحالات. أيه. والمبالغ كنا في 2010 سنويا ما نتعدى 100-130 الف. اليوم وصلنا الى تقريبا 260 الف سنويا. انا قاعد اقول شو اللي تغير؟ مليون. ليش القفزه؟ سوري، 260 مليون. إيه؟ سوري، 260 مليون و100 130 مليون. طبعا في حالات دخلت بس زيادة طبيعيه. انا اشوفها مو طبيعيه، يحتاج لها دراسه، وكلفنا الامانه العامه للتخطيط بدراسه هذا الموضوع مع الاحصاء. نشوفها من البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي، وكذلك كسياسه هذه هل هي سياسه كانت خاطئه ام صحيحه. الاثنين هو نفس الاعاقه، كانت لا تراجع البيانات ولا تعرف، وطلع لنا ما يقارب 8000 حاله تقول مطلقة، ويأتينا من وزارة العدل أنها متزوجة، متوفية، يعني أكثر من 800 حالة متوفية، مو ساكنة في الكويت. القانون يقول 90 يوم لازم تكون متواجدة في الكويت، فصار لها 3-4 سنوات هي مو بالكويت. وحالات كثيرة، طالب خلص دراسته واشتغل وهو ما زال يدفع على أنه طالب، طالب صار له عشرات السنوات وهو طالب، يعني أو يأخذ من الجامعة أو يأخذ من عندنا. عدم ترابط الجهات المعنية مع بعضها البعض. توفى زوجها وقاعد تأخذ معاش تقاعدي، فلازم يخصم من المساعدة. طيب هذه حالات ممكن بالتنظيم خلاص وقفها واختصارها والإبقاء على الحالات الحقيقية. ما يقبلون عليها. يعني من الأخوات اللي راحوا
أنا شخصيا درست حالة واحدة تأخذ معاش تقاعدي، قالت لي ما يكفيني لأنها تبي معاش تقاعدي وتبي المساعدة الاجتماعية. في حالات اللي هي غير كويتية مخذة كويتي وانفصلت منه أو سافر أو هجرها، فرفعت قضية قاعدة في التقاضي، فتقول لك أنا منين أصرف؟ القانون القانون مو موجودة. الكويتية اللي ماخذة غير كويتي في القانون مكتوب القانون بصريح المادة العجز الطبي أنه يكون عاجزا طبيا. احنا الحين بدينا نكيفهم، إذا كانت 55 نحطها بفئة 55، أو إذا كانت عندها عجز مالي عدناها، يعني من الأخوات اللي يو كانوا أكو ثلاثة منهم احنا كيفناه وقاعد نصرف له. زين ليش الحال وصل إلى الاحتجاج أمام مجلس الأمة؟ أولا يعني أنت لما تعطيني فلوس تأخذها ما حد يقبلها، يعني من بين الأشياء أنا بس بقول لك إن أكو 2000 حالة إحنا كلمناهم وعلنا في الجرائد واتصلنا فيهم شخصيا ويونا يونا وطلبنا منهم مثلا إذا كانت مطلقة تجيب لنا طلاق، إذا كانت تجيب لنا المستند اللي يضحط المستند اللي عندنا، راحوا ما ردوا. هل هذيلا تعتقد أنا لازم أخليهم؟ لازم أوقفهم؟ لا أنا ما أتكلم عن الفئة. ما هو اللي يوقفوا قد يكونوا من هذه الفئة. لا أنا قاعد أقول لك من اللي وقفوا واحدة كان عندها معاش تقاعدي، ثلاثة كنا دافعين لهم حاطينهم عجز مالي. تسوية الحالة. فيعني قاعد أقول لك هي الإشكالية إن بالسابق ما كانت تعالج هذه الحالة، يعني ما كانت تدرس ولا تعالج، تي تقدم ويصرف لها. هل سيتم تخفيض مقدار المساعدة الاجتماعية؟ في دراسة يعني كنا قرينا لك تصريح، ما ادري مو تصريح، لا مو تصريح، تصريح من 560 دينار الى 302 دينار. في دراسة بناء على الرواتب اللي موجودة في البلد قاعد ندرسها مع فتوى التشريع، في دراسة قدموا لنا اياها الإدارة المركزية للإحصاء. يعني من الأشياء اللي مثلا شفناها في المرسوم ان الابن الأكبر ياخذ 165، مع العلم ان الابن الأكبر او اي ابن لاي موظف في الحكومة يداوم ياخذ 50. ما في عدالة، والدستور يدعو الى العدالة. دكتورة في ملفك ماذا تقولين؟ وخصوصا إذا ربطنا الموضوع في الحالات المشابهة للمساعدات الإنسانية. هو اقتراحي بالحالات أن أولا الجمعيات التعاونية تكون دورها الاجتماعي واضح، لأن أنا أشجع القطاع الخاص دائما أن يكون في شراكة، ولكن أتمنى أنها تكون فيها مراكز لطلبتنا للدراسة، مراكز لتعلم الكمبيوتر والتكنولوجيا، مراكز تعليمية بالجمعيات. القطاع الخاص اليوم أصبح يفهم كأنه مطاعم وجبات سريعة، فأتمنى من يعني قطاع الجمعيات أولا المراكز الثقافية في الجمعيات التعاونية، ثانيا تمكين المرأة المتقاعدة من إدارة الجمعيات والأسواق المركزية كمشاركة. ملفي في نهاية الحلقة، الملف المعروف اليوم عن الشخصية القدوة، هذه الشخصية اليوم اللي أتكلم عنها قادت حروب دبلوماسية في الكويت، أوصلتنا إلى جامعة الدول العربية، إلى الأمم المتحدة، إلى مجلس الأمن لمدة عامين، أوصلتنا إلى منبر دولي مشرق. هذه الشخصية قادت الدبلوماسية وقادت أيضا الإنسانية في الكويت، فاليوم يعني تحية لهذه الشخصية وهي شخصية سمو الأمير حفظه الله. إضافة إلى ذلك أيضا تميز في الحفاظ على التوازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وهذه دروس نتعلمها. بذكر حضرة صاحب السمو أمير البلاد خير ما نختم به حلقتنا، ختامها مسك مع هذا الذكر الطيب اللي نتمنى له إن شاء الله موفور الصحة والسلامة والعافية في قيادة هذا البلد إن شاء الله إلى الأمن والأمان. كل الشكر للأستاذة هند الصبيح معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، نتمنى لك كل التوفيق. شكرا دكتورة، شكرا لكم. إن شاء الله الأسبوع المقبل وموضوع آخر في شارع السور، انتظرونا، إلى اللقاء.